مثل ما قلت لك على التليفون وبس. تعرفي اني افتكرت العريس لاختي سهى؟ اختك سهى لساتها صغيره. ايه انا لما جوزتيني كنت اصغر منها. ما انت اللي اخترتي شو بنا؟ مزبوط كلامك امي، بس على القليله حسن ابوك كان مسجله على شقفه بيته وعنده سياره. هذا يا جبه اللي متقدم لي على الميته مليان ومنتلي. مليان وممتلي. دخلك قديش بيطلع عمره؟ مو المهم عمره، المهم مالكاناته. بعدين مو كتير كبير، كلهم 70 سنة. 70 سنة؟ ايه ليش مستغربة؟ لك انا مالي مستغربة، بس يلي مجنني انه رجال بعمره ما بيستحي على حاله بيجي ليمتحن طبخك. ما هو هذا شرطه الاساسي، اذا نجحت بالطبخ بيتجوزني. الله يهني سعيد بسعدية. ياسين ياسين ما عم تسمعني؟ يا سلام عجينة صارت منيحة. ليش ما عم تسمعني؟ بكفوا هدول البصلات؟ أرجيني لشوف. شو هاد؟ لسه بدك تساوي قدم منهم. لازم تسميها بصلية بإصبعه، مو حرة بإصبعه. لك يا حبيبي، يا فهيم، يا زكي، يا جبي، البصل لما بيتقلى وينحط على وش الصحن كل ما كان أكتر كل ما صارت الأكلة مزوعة وأطيب. هو طيب على يلي بده ياكله، مو على يلي بده يشتغل فيه. نسيتني حط ملح وركز حمض العدسات. ليش ما عم تسمعني؟ في ناس بيحطوا حمض الليمون وفي ناس بيحطوا تمر هندي. وانت شو حطيت له؟ حطيت له دبس رمان. شنو هذا الحراب اصبعه ما بيحمضها بورورها غير الدبس رمان يا فهمان. تعرف يلي بصبرني عليك هن شغلتي. شو هني؟ تعليمك إلي للطبخ واكتساب النفس. نفسك طيب كتير عن أكل يا ياسي. مين إجانا هلأ بهالوقت؟ بروح شوف مين. مرحبا أخي ياسين. أهلين أحمد. ميت أهلين. فضل الله يزيد فضلك. أهلا وسهلا. الله يزيد فضلك. ما بدي أخذ من وقتك كتير. خير بوشي خالي ابو ريان؟ لا لا لا، طمن برنجي مثل الحديد، بس انا مأمن بالسؤال عن شخص ساكن بالبنايه عندك هون. ومين اللي مأمنك بالسؤال؟ واحدة ست مستورة. وعن مين السؤال؟ عن شخص اسمه منيب المالح. منيب المالح منيب. يي هذا جارنا ابو مروان. شبه؟ يا سيدي بالمختصر المفيد، هذا جارك طالب القرب من هالست المستورة. عود عائد. زلمة متجوز من 30 سنة وعنده اولاد قدك. ايه هي بتعرف هالشي. هو المسكين قال لها انه عايش بالوحدة لحاله، عرفت شلون؟ ايوه. واليوم كمان هي دعيته لعندها على الفطور على البيت. بالله؟ ايه ايه. عنده مرته شايفها ومو مصدق. الله يطول بعمرها. وبعدين يا احمد ليكون انت غلطان بالعنوان. اخ ياسين هلا هاي البناية اللي انت ساكن فيها مو رقمها 13 وهذا الشارع 13؟ مزبوط هي بذاتها. وابو مروان مو ساكن هون عندك بالبناية؟ مزبوط ساكن بهي البناية. اخي انا الزلمة الليلة عازمه عندي على الفطور، اذا ما بتصدق تعال مسا على الفطور بتشوفه عندي. ايه بجوز اخي ياسين انا غلطان بالعنوان، لا تاخذني. سلام عليكم. بكير. الله يخليك. لا يمل. الله يخليك. الله يحفظك. السلامة. الله يسلمك. مع السلامة.